السلام عليكم. الحلقة دي حتكون مختلفة نوعا ما. الحلقة دي حتكون أتكلم أكتر من إنه ريفيو ومراجعات. أتكلم وناقش موضوع معين بيصير في هوليوود ولا في السينما أو أي حاجة مختصة بالأفلام والمسلسلات بشكل عام. ما نمسك مسلسل بعينه، نتكلم على الصناعة ككل. والغرض من السلسلة دي اللي حناقش فيها كل فترة والتانية موضوع معين، إنه نبدأ نفهم حال السينما. حشارك فيها أحيان مواضيع معينة، حشارك نوعا ما طريقة صناعة السينما، أي حاجة بفهمها. أنا شخصيا حاليا بحاول كمان إني أثقف أكتر في موضوع السينماتوغرافي، أثقف أكتر في موضوع الإخراج. وين يا بسويها في يوم من الأيام، بس أنا الشيء ده عاجبني أصلا، بقرأ عنه من زمان. فطالما إنه الشيء ده صار عندي برنامج اليوم بأسويه، فبحاول أدي آرائي من وقت للتاني وأي حاجة تعلمتها جديد أو أي معلومة جديدة في بالي. الغرض من الحلقة دي أبدا مو مشاهدات، أنا متأكد إنه مشاهدات تكون أقل يمكن حلقات كلها، بس أوكي it's fine، مو كل حاجة بس أفلام. حلو نتغلغل أكتر ونتناقش أكتر في مواضيع مهمة أكتر من مستقبل هوليوود. حتجينا السينما في يوم من الأيام، إحنا في السعودية، العالم العربي كمان عنده سينما، إيش اللي بيأثر؟ ممكن حتى نتكلم على الصناعة العربية في يوم من الأيام إذا قدرت تتفرج أفلام عربية قريبا. غالبا لما أجي أراجع مسلسل أو فيلم بيكون عندي نوتس كاتبها كده وبأتكلم. المرة هذه ما عندي نوتس، عندي أفكار في دماغي، فحتى الإديتينج والقص في الحلقة ما حيكون كتير، على الأقل مدري إيه أكتر من مرة، فاستحملني إنه حلقة نقاش. موضوع الحلقة دي حيكون عن هوليوود، عن إيرادات هوليوود، عن 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 إيش صاير في هوليوود مؤخرا. معلومة نبدأ فيها الحلقة، هوليوود يقاس والبرفورمنس أو الأداء حق هوليوود يقاس بالإيرادات اللي بتسويها فترة الصيف. فترة الصيف غالبا هي أكتر فترة يركزوا عليها المنتجين، يركزوا عليها صناع الأفلام، إن نزلوا فيها أفلام بلوك باستر كده، أفلام قوية، أفلام تجذب كل الناس تتفرج، العيلة مع أولادها، المراهقين، كبار السن، فترة إجازات يتفرجوا أفلام أكتر. فغالبا الفترة دي بيكون فيها أكتر كمية أفلام، والأرباح بفترة الصيف هي اللي تقدر تحكم السنة هذه قوية ولا لا. طب إيش صار في 2017؟ دوب موسم الصيف غلق من فترة، إيش صار فيها؟ إيش الإيرادات اللي صايرة؟ كانت سنة سيئة جدا. الأرباح في 2017 تقريبا 15% أقل من أرباح سنة 2016، 15%. يعني لو في 2016 ربحوا مليون دولار بس، في 2017 ربحوا 850 ألف دولار بس، يعني الخسارة 150 ألف دولار. الأرباح في تدهور، والشيء هذا مقلق طبعا. طيب مو بس كده، الأرباح حقت 2017 تعتبر الأسوأ في آخر 10 سنوات، يعني هذه أسوأ أرباح من 2007، والموضوع كل ماله في انحدار. فمعناها أكيد في حاجة غلط بتصير في هوليوود، أكيد في حاجة غلط بتصير في الصناعة ككل. في الحلقة دي حنتكلم عن وجهة نظر النقاد، وجهة نظر صناع المحتوى في هوليوود. إيش هوليوود بتقول؟ ليش الخسارات هذه بتصير أساساً؟ وإيش النقاد بيقولوا والخسارة دي ليش بتصير أساساً؟ نبدأ أول شيء بهوليوود، نسمع للطرفين. هوليوود بتقول إنه الخسارة هذه حقت الأرباح سببها هم النقاد، وسببها إنه اليوم كل من هب ودب على قولهم صار ينتقد، وسببها كمان وأكثر من مخرج وأكثر ممثل كان بيعيب أو بيشتكي من روتن توميتو. روتن توميتو هي شبكة اجتماعية فيها نقاد وفيها مشاهدين يقدروا يقولوا آراءهم في الفيلم. فهوليوود بتقول إنه اليوم النقد ما صار فن، ما صار شيء محترم زي زمان. النقد زمان كان من ناس معينة موجودة، ناس معروفة أساميهم، ناس معروفة على مستوى صناعة السينما، وبينزل النقد حقه في أوقات معينة وفي مجلات معينة، وبتوصل كمان لناس معينة، مو زي اليوم كل مين صار ينتقد. وهم بيقولوا كمان إنه النقد هذا بيكون مبكر جدا، الفيلم دوبه اللي نزل، الفيلم دوبه موجود وينتقدوه. ناخد كمان مثال، مين قال الكلام هذا بشخصه بعينه؟ قالوا أكثر من شخص، بس في شخص كده قام حرب على روتن توميتو واللي هو مخرج باتمان فيرس سوبرمان. فبيقول الفيلم كان بيحمل جزء كبير من خسارة الفيلم وعزوف الجماهير إنهم يروحوا يتفرجوا على الفيلم بسبب روتن توميتو وبسبب التعليقات والنقد اللي بيصير في روتن توميتو. حاجة تانية، حتى ذا روك ممثل يعني صار جدا محبوب، عنده متابعين كثير في انستغرام، سناب شات، يوتيوب، تويتر، مرة محبوب الراجل هذا. نزل له فيلم في الصيف اسمه بي واتش، ما حد شافه، ما حد راح يتفرج عليه. فبرضه هو كمان نزل تويتات في تويتر وكده بيقول يا جماعة فكوكم من كلام النقاد،
انا ما بقدم فيلم يعني ارت او فن، بقدم فيلم فن تو واتش، فيلم كده مرح ممتع تتفرج عليه في الصيف، فتعالوا واتفرجوا فكوكم من كلام النقاد. فهذا كلام هوليوود. ايش النقاد بيقولوا؟ النقاد بيقولوا، واللي اتوقع انا وانت كمان حنتفق معاهم، ان حاليا الموضوع موضوع نقد، موضوع انت كم لك فتره يا صانع المحتوى في هوليوود بتكرر نفسك، ما في اشياء جديده بتجيبها. طل على قائمه الافلام اللي كانت موجوده في الصيف، كلها تقريبا والاكثر منها افلام موجوده من زمان، يا يعني انهم رجعوها مره ثانيه نفس الفيلم، يعملوا له ريميك بنفس القصه بس ممثلين جدد وبطريقه جديده، او نفس الشخصيات بيسووا اشياء ثانيه. ترانسفورمرز هذا الموسم الجزء الخامس له، بارز ذا كاريبيان هذا الجزء الخامس له، سميرف هذا الجزء الرابع ما ادري الثالث له، حتى كارز من ديزني، ديزني قويه ودائما تنزل افلام اللي تكون انيميشن، يكون في يعني الاولاد كلهم والاطفال كلهم بيتفرجوا. فيلم كارز الجزء الثالث يعتبر من أسوأ الافلام ايرادات في تاريخ بيكسار وفي تاريخ ديزني حق الانيميشن تبعهم. الايرادات كانت جدا سيئه وما لومه، خلاص نبغى شخصيات جديده. فدائما هوليوود بتحاول تبتكر شخصيات جديده، تعمل منها فرانشايز وتعمل منها سلسله عشان مستقبلا تقدر تحلف فيها بزياده. لكن السنه دي ما نجحت الا مع وندر وومن. انا يمكن ما عجبني وندر وومن مره، بس عجب ناس كتير وايراداته كانت كويسه. ايش المختلف؟ وندر وومن سوبر هيرو، لكن سوبر هيرو بنت. اول مره اشوف سوبر هيرو بنت ولا ليدي من كات وومن من بدايه الالفيه. الشيء ده خلى انه واو، اول مره اشوف وندر وومن على التلفزيون فتره طويله، اول مره اشوفها في فيلم هوليودي ضخم، خلينا نروح نتفرج. لكن غير كده يفشل. حاجه ثانيه، هوليوود في عندها الغباء. طب تبي تعمل فرانشايز، بتعمل سلسله افلام جديده، اخذت سلسله روايات ستيفن كينج، فيلم اسمه دارك تاور، مع انه المخرج مع انه الممثل ماثيو ماكونهي فيه، مع انه ادريس البا موجود، مع انه كتاب له محبوب جدا بنسبه كبيره من القراء وحقهم الكوميك بالذات، لانه هذا ستيفن كينج سوى عالم كده سماه دارك تاور. فيلم كان سيء، ساعه ونص، دمر الروايه، دمر الروايه حرفيا. طب لمتى؟ في تنافس كبير بيصير مع نتفليكس وغيرها، لأول مرة يصير تنافس بين التلفزيون وبين هوليوود عشان القصة، عشان الابتكار. المسلسلات بتقدم لنا قصص جديدة أول بأول، حاجات جديدة بتقدم لنا هي. هوليوود مبتعدة تماما عن الموضوع ده، وده السبب اللي بيخلي عزوف الجماهير، ده السبب اللي يخلي الناس ما تتفرج على السينما. غير كده لو تقارن السينما اليوم، أنا بتكلم عن السينما في أمريكا، السينما في أمريكا اليوم سعر التذكرة أغلى من زمان. عدد دور السينما او عدد قاعات السينما اللي موجوده في السينما في امريكا اكثر من زمان، مع انه التذكره اغلى والاماكن حق المشاهده اكثر، وفوق ده كله بيخسروا، معناته عنده مشكله فظيعه صايره. اتمنى انه يصير حل للمشكله هذه، وانا اتوقع انه 2018 حيكون في حل جذري للموضوع، يحاول يتوجهوا لافكار جديده اكثر. هل السينما بتموت؟ هذه مبالغه. نحن نتكلم هنا عن شباك الأوفيس الأمريكي بس، السينما في العالم الإيرادات العالمية كل ما لها في نمو، في الصين في الدول العربية ما بتنزل أبداً، ولو فتحت السينما عندنا في السعودية أنا متأكد إنه حتكون شيء كبير، لأول مرة حنشوفه يشغله وتعرض لنا حتى توم وجيري، حنروح نتفرج عليه. فالسينما ما بتموت، حتكمل، صح إنه في تنافس مع الشيء الإلكتروني، نقعد في البيت نتفرج على أي فيلم أبغاه، لكن ما في حاجة يعلى، ما في شيء تعلى أبداً على إني آخذ أصحابي ونعيش تجربة فيلم مع بعض. انا حتى بروح لحالي بنبسط في السينما، لما اكون خايف اشوف اللي حواليا كلهم خايفين زيي، لما اضحك الكل بيضحك معايا، واسمع ضحكه تحت بضحك معاه، حلو احساس تحضر وسط ناس كثير وسط شاشه كبيره، مهما كانت التكنولوجيا موجوده، مهما كان بيتك كبير، مهما كان عندك تلفزيون كبير، الجمعه مع الناس تفرق بشكل جدا كبير. عشان كذا اتمنى هوليوود ترجع مره ثانيه، اتمنى اشوف قصص ثانيه احلى، وبس زي ما قلت لكم نقاش بندردش مع بعض، ما عندي حاجة أبدأ بيها ولا أنهي فيها. إذا عجبك النقاش إريد تقول لي إيش النقاط اللي أنت شايفها، تتفق مع النقاد وتتفق مع صناع المحتوى، إيش في حاجات تانية إحنا غافلين عنها، شاركني في التعليقات تحت، وإذا عندك موضوع حاب أناقشه مرة تانية برضو قول لي عليه. أشوفكم على ألف